Thousand words in two minutes. ألف كلمة في دقيقتين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام. كلمة رقم 11 هي كلمة above. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. Above, above, above. معناها فوق، أعلى أو أسمى من. Above, above. ركز معي. اكتب هذه الكلمة وجميع العبارات وكررها بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد. هذا الدرس خلال دقيقتين سوف نحفظ معاني هذه الكلمة. نأخذ أمثلة في جملة ومرادفات والعبارات. كلمة above, above, above. اشترك معنا في القناة إن لم تكن مشترك، واضغط إعجاب وشارك هذا الدرس لأصدقائك. Above. كلمة above. المثال الأول: The above definition may be incorrect. The above definition may be incorrect. The above definition may be incorrect. التعريف الذي في الأعلى قد يكون غير صحيح. May be incorrect. Incorrect يعني قد يكون غير صحيح. المثال الآخر: Nobody was treated. لا يوجد هناك أحد. ليس هناك أحد يعامل أو كان يعامل above the rest. فوق عن الآخرين أو بفرق باختلاف عن الآخرين. Nobody was treated above the rest. لا أحد كان يعامل فوق البقية، يعني كانوا يتعاملون معهم بمساواة. Nobody was treated above the rest. Above, overhead فوق، on على، over خلال. Above، كلمة above احفظها جيدا، كررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تحفظها أيضا. Above his head. Above his head. فوق رأسه. The stars above. النجوم التي في الأعلى. النجوم التي في الأعلى. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في كلمة جديدة قريبا. إلى